لو انت مكاني كنت هتقف مع مصطفى بيه صاحب الشركه، صح؟ بس انا ما عملتش اي حاجه ضدك، هو كلمني مره واثنين وثلاثه ان افتح الجهاز بتاعك واخد نسخه من المشروع اللي انت شغال عليه، بس انا رفضت. بس هو بصراحه ضغط عليا وانا كنت قلقان منه، وانت عارف ده ما بيهموش. جبت له من عندي كام ملف فاضي واديتهم له وفهمته انهم من عندك انت. لحد دلوقتي انا مش فاهم انت عايز ايه يا غريب، وايه اللي خلاك تيجي بعد الفتره دي كلها تقول الكلام لهبل اللي انت بتقوله ده؟ عاوز ابقى الراجل بتاعك في الشركه، يعني انت عارفني كويس وبقالنا كام سنه مع بعض في مكتب واحد. صح، في دي عندك حق، انا فعلا عارفك كويس كويس قوي، بس انا ما بحبش الناس اللي زيك. عارف ليه؟ عشان انت واحد ما عندوش ضمير، ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا عشان يرضي الناس اللي مشغلينه. عايز تقول حاجة تانية؟ اتفضل على مكتبك.